Trees for Life أو أشجار من أجل الحياة هي مبادرة قامت فيها جمعية حماية الشجرة. رح نتعرف على الدكتور محمد القوابعة مدير جمعية حماية الشجرة ولنتعرف على المبادرة ونشاطات الجمعية في الحفاظ وزراعة أو بداية ثقافة بالحفاظ على الغابات في الأردن. صباح الخير دكتور محمد وأهلا وسهلا فيك. أهلا وسهلا فيك. أول شيء نشكركم على المبادرة الحلوة اللي قمتوا فيها واللي هي Trees for Life أو أشجار من أجل الحياة واللي هي احكي لنا عنها وقبل ما نشوف الفيديو لها. أشجار من أجل الحياة كانت مبادرة أطلقتها جمعية حماية الشجرة بتعاون مع مركز الحسين مع مركز مؤسسة الحسين للسرطان. كانت الفكرة أنه نضيف هاي المرة ليوم الشجرة أو عيد الشجرة اللي بيتم بالمملكة كل سنة بحيث أنه نضيف إلها أيضا كوز آخر أو هدف نبيل آخر. وكانت الفكرة هاي المرة أنه نتعاون مع أو ندخل الأطفال اللي بيكافحوا مرض السرطان بشجاعة كبيرة ونحاول نزرع لهم بأحد غابات المملكة الأردنية الهاشمية إنه نزرع شجرة باسم كل طفل في إحدى هاي الغابات اللي إن شاء الله راح تكبر وهم إن شاء الله بيتعافوا من هذا المرض لحتى بعدين يزوروها إن شاء الله. وهم زرعوا كل واحد شجرة وحط اسمه عليها. كل كان في بوكس أو بوكس ملون لطيف هيك للأطفال كتبوا عليه رسموا أشكال تتعلق بالطبيعة بالأشجار ووقعوا أساميهم عليها. وجمعية حماية الشجرة بدعم المتطوعين وأعضائنا كجمعية وضعنا شجرة فيها وتم زراعتها بأحد هاي الغابات باسمهم. وهم زرعوها؟ لا تركناهم هم بالمركز هم يوقعوا على هاي البوكسز لأنه صعب يطلعوا وبنخاف على مناعتهم لأنه الدنيا برد وهيك شيء فسلامتهم أكيد أولوية طبعاً. ولكن بالنتيجة تم زراعة هاي الأشجار بأسمائهم بالبوكسز اللي هم عندهم. إحنا زميلتنا مي السلاوي كانت هناك وهي رح تفرجينا كيف كان بالضبط مشروع Trees for Life. ضمن فعاليات جمعية حماية الشجرة في عيد الشجرة لها السنة احتفلت الجمعية وأعضائها وكل داعميها في هذا العيد من خلال مبادرة أشجار من أجل الحياة بزراعة أشجار باسم أطفال المركز في واحدة من الغابات يلي بتديرها جمعية حماية الشجرة. احنا اليوم طبعا بالتعاون جمعية الشجرة وجهت لنا دعوة وقمنا يعني دائرة الحراج في المشاركة بهذا الاحتفال اللي تم في زراعة الأشجار الحرجية المتنوعة باسم أطفال مركز الحسين للسرطان. وحقيقة أنا سعيد يعني لهذا الجهد ولهذا العمل الوطني الجيد اللي يعني بدفعنا نحو الحياة نحو الانتماء نحو الشجرة هي رمز الحياة. وبالتالي إحنا يعني دائما بنشارك جمعية الشجرة وكل الجهود المؤسسات الأخرى ومنقدم الأشتال الحرجية ومنقدم الحماية إلها وإن شاء الله هالجهود يعني تكثر وتتواصل في كل أنحاء الوطن. يعني مشاركين هو عملوا قبل فترة بالمركز الحسين للسرطان عملوا الأطفال عملوا زي كراتين وكتبوا ورسموا عليها رسماتهم وكتبوا عليها شغلات هاي ما نحط فيها شتلات ونزرعها كل بهاي المنطقة هون بمادبة وهي بترمز انه يضل عندهم امل للحياه لانه نزرع شجره باسمهم وتكبر معهم ان شاء الله ويتخلصوا من هالمرض يا رب. نحن بنتشرف انا وزميلي وسام من بث بياخة انه نشارك بهذا اليوم. هو مبادره من جمعيه حمايه الشجره كثير فكره لطيفه بصراحه وعن جد شيء ببعث بالأمل زي ما بيحكوا. عم نزرع شجر باسم أطفال مرضى السرطان بنزرع شجرة باسم كل واحد فيهم لعل وعسى هذه تكون تنمو معهم ويضلوا هم يقووا كل ما هي تقوى ومع بعض ومنه كمان بنخضر هالبلد الحلوة. مجموعة من الصناديق الكرتونية الملونة يلي اشتملت على توقيع الأطفال وأسمائهم وبعض رسومات الأشجار والطبيعة رح يحتوي كل صندوق على شتلة رح تزرعها الجمعية لتكبر معهم وتكون حافز ليتمسكوا أكثر بالحياة. والله اليوم حبيت أني أكون مع مرض السرطان من مستشفى الحسين للسرطان وهي مشاركة من جمعية حماية الشجرة في منطقة مادبة في الأردن طبعاً.
حبيت اني اجي ازرع لمرضى السرطان شجر هم عملوا لنا اياهم بباكيت كتبوا عليهم اسمائهم، احنا حبينا نزرعهم هون مشان نساعدهم، وبرضه هاي فيها حمايه للطبيعه انه نزرع هاي الاشجار. اجينا مع جمعيه الشجرة عشان نزرع اشجار مكتوب عليها اسماء اطفال مرضى في مستشفى حسين للسرطان. طيب احكي لي انت مبسوطه بهذا العمل الخيري؟ كثير. ايش بتحكي للمرضى بمستشفى الحسين للسرطان؟ ان شاء الله يتعالجوا سلامتهم. هالمبادرة عملت على إشراك كافة شرائح المجتمع الأردني بعيد الشجرة وعلى رأسهم الأطفال المرضى في مركز الحسين للسرطان يلي بيكافحوا هالمرض بشجاعة كبيرة من خلال المساهمة بزراعة أشجار بأسمائهم بتمثل الحياة وبتعطي الأمل، بالإضافة لزيادة مساحة الغابات في المملكة لبيئة أجمل وصحة أكثر وحياة أفضل. لبرنامج دنيا يا دنيا، مي السيلاوي. يعني ونحن من عنا بنوجه تحية لكل المرضى بمركز الحسين للسرطان، نتمنى لهم الشفاء وإن شاء الله بيتخلصوا من هالمرض. دكتور محمد أطين، كيف تقييمك لهاي التجربة أشجار من أجل الحياة؟ التقييم كان أو تقييم لها إنه كثير كان رائع، يعني كانت حملة كثير رائعة، كل الجهد اللي نحط فيها أتوقع إنه جاب ثمار، بس أتوقع إنه الريورد أو المكافأة الرئيسية كانت وإحنا بنوقع للأولاد صغار كانت الابتسامة الموجودة على وجوه الأولاد صغار، هم بيعرفوا إنه في إشي بتعلق بالحياة، هم بكافحوا كثير السرطان عايش المرض هذا معهم، فكان كثير إشي جميل إنه يكون في إشي بيقدموهم إلى الحياة وبيعرفوا إنه في مكان بالأردن في شجرة بتنمو باسمهم وبتكبر ورمز للحياة ولبيئة أفضل إن شاء الله، فكان الابتساماتهم فرحتهم كانت كثير مكافأة رائعة لنا. كتير حلو. هلا هم من اللي رسموا البوكسات اللي شفناهم بالضبط. هلا كل رسوماتهم واسميهم وهي اللي راحت بالارض. طب دكتور محمد، انتوا اكيد لكم يعني تاسست الجمعيه بال2007 جمعيه حمايه طبعاً. الشجره، وانتوا عم تحرصوا على يعني تنميه الثقافه، ثقافه الغابات بالاردن بالضبط. يعني 5-6 سنين على تاسيس الجمعيه عملتوا او اسستوا اكثر من 10 غابات بالمملكه، وانتوا كمان يعني هدول العشر غابات كمان بتعملوا إشي لتتأكدوا أنه استدامة هاي الغابات. خلينا نشوف أول شيء على أي أساس بتم اختيار مواقع هاي الغابات؟ اختيار مواقع الغابات بنحاول دائما نروح على غابات أو مناطق كانت غابات بالمملكة خلينا نحكي بالستينات بالسبينات بالخمسينات من القرن اللي فات، بنحاول من خلال إنشاء هاي الغابات نرجع للأردن التراث الطبيعي والغابوي اللي كان موجود فيه لمرات أهلنا وأجدادنا بيحكونا عنه، فنحاول نرجعه. فهذا يعتبر وإنه كل غابة تضيف للنظام الطبيعي اللي موجود فيها تغنيه بشكل أكبر وأكبر، وإنه نساعد الطبيعة لتساعد نفسها ونقدر نزيد كثافة الغابات. وين موجودين تقريبا هدول؟ في منطقة جرش بالأساس، في منطقة بتيجي كمان غرب منطقة بيرين غرب وجنوب جرش كمان أو غرب الزرقاء جنوب جرش منطقة بيرين، وأيضا لنا في منطقة معدبة واللي تقريبا شفنا تم الزراعة بمنطقة. طب هدول الأراضي أنت عم تقول لي 10 مشاريع 100 دنوم تقريبا بمعدل لكل غابة، يعني عم نحكي 10 غابات بمعدل 100 دنوم تقريبا 1000 دنوم، من وين هدول الأراضي عم تاخذوها؟ هاي الأراضي تمت من خلال مبادرة أيضا وطنية طرحتها مديرية الحراج وزارة الزراعة اللي بنوجههم أكيد تحية كبيرة على جهودهم الكبيرة اللي بيقوموا فيها. فنحن كجمعية الشجرة مثل المؤسسات الأخرى بنقدم من خلال مشروع التحريج الوطني إنه نستعمل هاي الأراضي لنرجع فيها الحراج اللي كان موجود أصلا موجود فيها. طب شو عم تزرعوا فيها عشان تضمنوا أنها تعيش؟ يعني على أساس بيتم كمان اختيار النباتات فيها؟ دائما القاعدة الرئيسية في هذا الموضوع خصوصا إذا بدنا نرجع للأردن الطبيعة اللي كانت موجود فيه بدك تمشي مع الطبيعة، لأنه صعب تزرعي شجرة مش مكانها، فراح تكون في صراع بينها وبين الطبيعة، بين الحرارة وبين المطر بين الأشياء هاي كاملة. فنحن بنحاول نرجع أو نزرع الأشجار الأصيلة اللي موجودة في هاي المناطق بهاي المناطق وين ما كان موجود الغابات، وبنحاول نخلي أو نعزز
النظام الطبيعي اللي موجود شو هي انواع الاشجار تقريبا عم تكون؟ مثلا في منطقه بيرين اللي بنزرع اللي هو الملول او البلوط مساق الاوراق اللي هي شجره الاردن الوطنيه بنحاول نزرعها لانه اصلا النظام الطبيعي الموجود هناك هو نظام بلوط مساق الاوراق. مثلا في مناطق جراش البلوط الدائم الخضره بنحاول نزرع. الخروب طبعا اكيد موجود كونه ايضا شجره وطنيه، واكيد اللوز البري وكل انواع اخرى، ولكن كلها بالنتيجه لازم تكون موجوده بالنظام الطبيعي ولازم بالاساس تكون موجوده اصلا بهاي المنطقه. كنت عم تقول لي هلا دكتور محمد انه نحن قلنا بنحتفل بعيد الشجره من اكثر من 40 50 سنه، عم تقول لي لو كان في محافظ على الشجر اللي زرعناه كان احنا هلا غابات الامازون. فشو عم تعملوا انتم لحتى تحافظوا على استدامه هالغابات اللي عم تاخذ جهد ووقت ومشاريع عم بتكون، شو عم تعملوا لتحافظوا على انها تضلها هالغابه الجراثيم؟ هذا الحكي كان تحت الهواء بس لا من حدا، بس مرات الواحد بيتعلم من اخطائه. اكيد لا 100% الواحد لازم يكون ايجابي، ما عادش في مجال نتعلم يعني، المفروض تعلمنا هلا. لا الواحد بيطلع عليه يتعلم زي ما تفضلتي حضرتك. بالاساس الاهميه الجهد الكبير هو مش بالزراعه صراحه، الجهد الكبير اللي هو بعد ما ينتهي الاحتفال والاشياء هاي ونروح لنستديمها. عشان هيك جمعيه حمايه الشجره دائما عندها طاقم موجود ميدانيا بيتابع كافه الغابات اللي موجوده عندنا، بيتم تشييك الغابات لتقريبا بين 5 سنوات ل7 سنوات لحتى نحميها بس بالفتره هاي من الرعي، من الرعي الجائر. بعد هيك بنقدر بعدها نخلي الحيوانات تدخل لانه بتكون الشجره كبرت وعليت. ثلاث سنين بتضل مسيجه مزبوط لانه هي بتنزرع صغيره يعني ممكن الخروف ياكلها بسرعه. بالضبط. فكمان لمده 3 سنوات بنحاول يكون في سقايه لمده 3 سنوات ل5 سنوات ايضا، لانه بدك تساعد الشجره في البدايه لحتى بعد 3 سنوات و4 سنوات يكون عندها مجموع جذري تعتمد على نفسها وتعتمد على مياه الامطار. انتم بتقوموا بسقايتها بتنسيق مع مديريه الحراج ولا لحالكم؟ بالتنسيق دائما مع الجهات الرسميه وعلى راسهم اكيد مديريه الحراج، وهنا اكيد بدي اشيد بالجهات حتى الخاصه اللي بتدعم واللي احنا بننشئ الغابات تقريبا بمشاركه معهم. طيب وهلا شو عندكم مبادرات مستقبليه ما دام عم تحكوا نحن بدنا نغرس هالثقافه، ثقافه الغابه، ثقافه الشجره، شو عندكم مشاريع كمان مستقبليه عم تمشوا فيها؟ في اكثر من جانب ومشاريع بهذا الموضوع. احد هاي الجوانب انه بدانا مبادره في منطقه بيرين بحيث انه ننشئ بحول كل غابه عندنا اللي هو نادي اسمه نادي الغابه لاطفال المدارس. حلو. بحيث انهم هم اللي بيزرعوا هاي البلاي غابي، هم اللي بيتابعوها، بيكون عندهم جوا المدرسة اللي هو بورد أو لوح موجود فيه الخطة العمل للأطفال اللي يحافظوا على الغابة سنة بعد سنة بعد سنة. بهذا الأسلوب بنعمل على بناء كلتشر، ما بيكون يوم وخلص، لا بيكون في كلتشر، فيه بدينا نعمل ثقافة لهذول الأطفال. من جانب آخر في مبادرة كبيرة أو على مستوى مختلف تماما اللي هي بتتعلق أنه إذا نحن كجمعية وطنية بدنا ونتعاون مع الجهات الأخرى كلها بدنا نستديم الغابات، لازم أول سؤال بيجي عنا أنه بدنا نعرف شو الغابات الموجودة هنا أو وين تقييم للوضع الحالي، تقييم الوضع. وإن نحن آخر دراسة تمت بالسبعينات بهذا الموضوع ورقم قديم اللي هو بيحكي أنه 1% من نسبة الغابات في المملكة. فحاليا جمعية حماية الشجرة بتقود خلينا نحكي ائتلاف من الجمعيات البيئية والمؤسسات البيئية الرائدة في المملكة، وبالتعاون مع الوكالة الأمريكية لخدمة الغابات الـ US Forest Service. فعملنا 3 ورشات بهذا الخصوص لنعد لدراسة لتحديد نسبة الغابات في المملكة. وحاليا بدنا نحن بالإطار الأخير لوضع خطة العمل بحيث أنه من خلال صور أقمار صناعية يتم تحليل كافة المملكة لتحديد نسبة الغابات بالمملكة، وبالنتيجة إن شاء الله بعد ما نطلع بهذا الرقم واللي كثير راح يكون مهم أنه نعمل برامج مراقبة كل 3 سنوات و4 سنوات و5 سنوات لحتى نتأكد أنه إن شاء الله أنه في زيادة في الغابات، وحتى نفيد صانع القرار ليتخذ قرارات صحيحة بناء على إشي مدروس وأكيد إشي علمي. أكيد يعني إحنا بنهنيكم على هاي الجهود، وهيك جهود عم تقام يعني على مستوى المملكة لابد بدها شراكات عالمية وشراكات إقليمية لحتى ينجح المشروع. أكيد. فشكرا لك دكتور محمد القوابعة، بنهنيكم على مشروع أشجار من أجل الحياة Trees for Life، مشاريعكم القادمة. بالفعل إحنا كتير بحاجة لهيك الجهود، وزي ما تفضلت المتابعة هي أهم شيء والاستدامة. أكيد. شكرا لك. أهلا وسهلا. الله يخليك.